حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر، وحدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به لقيت موسى قال: فنعته فإذا رجل حسبته قال: مضطرب رجل الرأس كانه من رجال شنوءه قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعه احمر كانما خرج من ديماس يعني الحمام ورايت ابراهيم وانا اشبه ولده به قال واتيت باناءين احدهما لبن والاخر فيه خمر فقيل لي خذ ايهما شئت فاخذت اللبن فشربته فقيل لي هديت الفطره او اصبت الفطره اما انك لو اخذت الخمر غوت امتك